مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في الحلقه الاولى من الموسم الثاني لبرنامج كلام كبار. اول حاجه لازم ابدا بيها ان انا اهني نفسي واهني الشعب المصري بذكرى انتصارات حرب اكتوبر. حلقتنا النهارده حلقه متميزه جدا، واعتقد الموضوعين اللي احنا اخترناهم النهارده هيمسوا كل بيت مصري. انا عارف ومتاكد ان كل عيله فيها مشاكلها وفيها الحلو وفيها النص نص، بس كل عيله لازم تحافظ على افراد عيلتها واحد واحد. لو لقيت حد كويس اسأل دايما عنه وقرب منه، ولو لقيت حد بيعمل لك مشاكل برضو اسأل عنه، لان الواحد من غير عيلة حرفيا ما يسواش. خلينا رقم واحد كده نطلع فاصل بسرعة ونرجع، علشان نرجع الفقرة الاولى على طول ونبدأ مع آسر ونبدأ مع دعاء فقرتنا الاولى. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام كبار. خليني الأول قبل ما أبدأ معاكم الحلقة أن أنا أهني نفسي وأهني الشعب المصري بذكرى 6 أكتوبر المجيدة اللي دايما بنفتكرها كل سنة وبنفتكر فيها عزنا ومجدنا. موضوع النهاردة موضوع لطيف شوية زي ما زميلي عبد الله كان بيتكلم عليه. النهاردة بنتكلم عن موضوع العيلة، لكن موضوع العيلة أنا هخش له من حتة تانية كده. هتكلم النهاردة عن موضوع اللي هو المكرونة بالبشاميل. احنا بنتكلم عن موضوع اللي هو مكرونه البشاميل، ده برنامج كلام كبار ما تتخضوش، لكن دوت خليني قبل ما اخش على موضوع المكرونه بالبشاميل ان انا يعني امسي على زميلتي دعاء. ولا مساء الخير يا دعاء. مساء الخير عليك يا ياسر وكل مشاهدينا وحبايبنا اللي بيتفرجوا علينا. فعلا هي حلقتنا النهارده حلقه ليها طعم مختلف، بس للاسف عند البعض من الذكريات، يعني في وسط تهت الحياه وزحمتها والحياه اللي وترتها بقت اسرع مما نتخيل، ساعات كده ممكن نقعد مع نفسنا بنقول كلام كده عايزيننا نرجع زي زمان، او عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. فعلا الكلمات دي دايما بنقولها لبعض لما نفتكر موقف حلو عدى علينا مع عائلتنا، او يمكن كلمه حلوه، ضحكه حلوه، او اكله حلوه زي المكرونه البشاميل كده. حكايه المكرونه البشاميل معاك يا اسم. بص يا دعاء، اللي هو ايه يعني ظريف كده، انا كنت قاعد باكل مكرونه البشاميل وفجاه كده اللي هو ايه، يا المكرونه دي انا كنت باكلها زمان قوي مع جدتي الله يرحمها. كانت دايما تحط صينيه المكرونه ديت واحنا قاعدين العيله كلها حوالين السفره، وطبعا في كان في اصناف تانية كتير، بس اللي هو كانت المميزه ان هي دي كانت اللي هي عروسه الايه السفره كلها. وكان بيبقى في اعمامي قاعدين وجدي وجدتي، كان جو الاسره لطيف جدا، وكان في كده حتى الاكل نفسه كان ليه طعم. مش عارف اللي هو بقيت كده لما رجعت بعد كده الايه للمكرونه وانا قاعد كده زعلت ان انا مش قاعد في وسط عيلتي، مش حاسس بطعمها زي ما كنت حاسس بطعمها زمان. كل حاجه فعلا يا ياسر زمان كان ليها طعم، كان الاجتماع العائلي ده حاجه مقدسه، يمكن اسبوعيا انا عن نفسي كان خميس وجمعه من كل اسبوع، كان يعني من غير كده في القاموس ما فيش حاجه اسمها اعذار. كنا بعد شغل والدي رحمه الله عليه كنا على طول نلبس، مع ان كان في المسافه كانت بعيده، بس كنا بنروح نقضي الخميس والجمعه مع العيله، غير المناسبات والاعياد اللي كانت اي فرصه ممكن تيجي عشان ننتهزها ان احنا نكون مع بعض كنا لازم، ما بنفوتهاش بصراحه. يعني دلوقتي في الافراح ويمكن مناسبات العزاء هو بقت هي دي اللي بتجمع تقريبا العيله، لو كانت حتى كلها بتبقى حاضره مع بعض. تخيلي مثلا انا ممكن اروح فرح، ممكن يكون فرح مثلا حد من قرايبي، وافاجئ ان انا بيعرفوني على ناس اللي هو انا ما شفتهمش من زمان، ويقولوا دولت مثلا على التخيل ده يبقى مين؟ ده ابن خالتك، دي بنت عمتك. للدرجه دي احنا كده الدنيا خدتنا وخلاص ما بقناش نسال على بعض. مش عارف هل هي بقى دي انت عارفه اللي هو ايه المسافات بقى، ولا الدنيا، ولا ايه اللي خلانا وصلنا لكده؟ ايه اللي وصلنا؟ انا شايفه ان هو غياب اللي هو الاصول بتاعه العيله. يمكن الجد والجده لما بيموتوا حاجات كتيره قوي بتتغير، ما بيبقاش نفس التماسك بتاع العيله زي زمان. الاعمام والخلان مش حاطين في دماغهم نفس المبادئ اللي هم الجد والجده كانوا عايشين بيها. دلوقتي يمكن كل واحد اكتفى باسرته الصغيره عن كبديل يعني عن الاسره الكبيره، وده طبعا ما ينفعش، لان كلنا لازم نكون سند لبعض ونقرب من بعض اكتر واكتر. وانت عارفه كمان اللي هو ايه، يعني مثلا انا كنت بلاحظ كده مثلا ان جدي وجدتي مثلا كانوا دايما بيربوا اعمامي مثلا ان هم لازم انتوا سند بعض، انتوا دايما خليكوا قريبين من بعض. فدوت كانوا بيورثوه لاولادهم، واولادهم كانوا بيورثوه لينا.
حته التوريث بتاعه اللي هو غرس الاصول، اللي هو لا انتوا ما ينفعش تبقوا لوحدكم. فهو دايما كده الاب والام، الجد والجده، هم دولت الاصل بتوع العيله واي عيله. الحكايه دلوقتي بقت مختلفه، يمكن التربيه زمان كانت مختلفه، دلوقتي لما بيطرح بعد اسبوع يعني طاحن، يعني حاجات كده مشغوليات ومسؤوليات بدل الشغل، رب الاسره اتنين وكمان ربه الاسره او ربه المنزل بتشتغل، فما بقاش في وقت، يمكن الاجازه بياخدوها راحه، او حتى لما يكون في مطروح بدايل علشان نقدر نرفه عن نفسنا ما بقاش مطروح موضوع ان هي زياره حد من العيله، دايما بيكون العلاقات الاجتماعيه او يمكن خروجات الصحاب هي اللي مطروحه. فبالتالي الاجيال اللي موجوده حاليا ما بتربيش في ولادها انه احنا لازم نروح العيله، علشان تمشي مع زميلك او انك تخرج خروجه لازم نقضي الواجب العائلي الاول وبعد كده اخرج براحتك. اه ما فيش مشكله، يعني انت ما فيش عندك مشكله ان انت تطلع مع اصحابك وتطلعي مع صحباتك والكلام ده كله، بس اللي هو ايه، خلي بقى الاب والام دايما هو يقول لك ايه، لا احنا في يوم مقدس كده. زي بيفكرني كده بحاجه ظريفه كده، اللي هو ايه، برنامج مسلسل بتاع ونيس، كان فيه كده اللي هو اللقاء، بيقول مثلا ايه لقاء الثلاثاء، ده كان بيجمع فيه كل الاسره بتاعته ويقعد يتكلم معاهم، يتواصل معاهم، يسمعهم. عارفين يا جماعه فكره اللي هو ايه، فكره ان انت تسمع من ولادك، حتى لو كانوا بيقول، حتى لو كانوا صغيرين، اسمع منهم. فالفكره دي ان هو كان بيغرس فيهم ان هو لا احنا في حاجه اسمها يوم للاسره، يوم نتجمع فيه. ده فعلا ده بيأثر بشكل رهيب. هو فعلا ياسر، بس قبل ما يسمع من الاولاد لازم يربيهم على القيم الاول، على مفهوم العيله، مفهوم الاسره، ان احنا كلنا بنتشارك في كل حاجه في حياتنا، قراراتنا، خروجاتنا، اي حاجه بناخدها لازم العيله تكون محطوطه من ضمن الاختيارات في اي قرار احنا ممكن ناخده. لازم زي ونيس ده مسلسل، يا ريت هو زمان كان بيعكس الواقع ان كان في عيله، ان ده محتاجينه دلوقتي، ان احنا يكون في الميديا تركز شويه ان احنا والله العيله. وعلى فكره في حصل في فتره فاتت ظهرت هاشتاجات لمه العيله وبعض الاعلانات التلفزيونيه اللي دايما قوتنا في لمتنا، فدي حاجه المجتمع دلوقتي تنبه ليها ان احنا لازم ما فيش بديل عن العيله، يعني زي ما بيقول. والله بص شوف بقى اللي هو ايه، حتى لو قلنا مثلا ان هو زمان مثلا كانت الدنيا ما كانش فيه زحمه زي دلوقتي، وزمان مثلا ما كانش فيه الزوج بيشتغل اكتر من وظيفه مثلا، وكمان اللي هو دلوقتي تلاقي ان هو الزوج مثلا بيشتغل وظيفه واتنين، وكمان تلاقي الزوجه بتشتغل برضه هي كمان عندها شغلها، بس اللي هو بتلاقي ان هم خدتهم الدنيا وتلاهوا، يقول لك ايه طب انا لسه هروح معرفش لمين، انا لسه معرفش مش فاهم ايه، طب انا ايه، انا هتصل بالتليفون، انا هبتدي مثلا ايه ابعت له فويس نوت مثلا على الواتساب مثلا، ده ينفع؟ دي الكارثه اللي احنا وصلنا، مع ان فوائد التكنولوجيا كتير، ان هي بعدتنا عن بعض اكتر من هي تكون سبب ان احنا نقرب من بعض اكتر. كان الاول الزيارات المستمره، وكان بيبقى التليفون كبديل مؤقت لي، انا عندي ظرف معين فمش هقدر ازور الزياره دي لحد من قرايبي. وبعد ما ظهر مواقع التواصل الاجتماعي بقت هي مجرد يا اما بوست على الفيسبوك مثلا او الانستجرام او اي سوشيال ميديا عموما، او ان هي كل سنه وانت طيب، او حتى البقاء لله بقت بتتكتب. يعني دلوقتي بقت دعوه الفرح، انا عندي شفت دعوه الفرح بتاع لي عم ابنه، انا شفت صوره ودعوه الفرح وخطوبته من على مواقع التواصل الاجتماعي، ودي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي، بقت فعلا بعدتنا قوي عن بعض، وده المفروض ما يحصلش. يعني يعني تخيلي اللي هو ايه، يعني حتى فكره ان هو تروح تودي اللي هو كارت الفرح او دعوه الفرح، حتى اللي هو إيه ما بقناش بنكلف نفسنا ونروح مثلا ايه نخبط على الباب ونقول دي الدعوه بتاعتكم، انتوا معزومين عندنا. كانت بتدي حميميه فعلا جدا، يعني حقيقي حقيقي في حاجات كتيره قوي احنا مفتقدينها ولازم نرجعها تاني لحياتنا. كمان التكلف في الزيارات، احنا دلوقتي بقينا شايفين احنا هنجيب ايه، واللي رايح له هو اللي جاي لنا ده هو شايل معاه ايه، ما بقيناش بنفكر ان الزياره بمفهومها علشان الحميميه والود والتواصل الدايم ما بين افراد العيله. انا يعني عمي كان رحمه الله عليه، كان زمان كان في فتره من الفترات والدي رحمه الله عليه ايضا خارج مصر، وكان هو دايما يجي لنا ولازم نحضر كل المناسبات العائليه ما تفوتنيش. دلوقتي مين بيعمل كده من الاعمام؟ دلوقتي العم او الخال مشغول باسرته. طيب احنا دلوقتي علشان الموضوع ده موضوع كبير فعلا، وموضوع فعلا هياخد منا حلقات كتير،
لكن خليني أقول كده إن هو العيلة ديت عاملة زي عش العصفورة، اللي هو مهما لفينا ومهما رحنا ومهما جينا لازم هنرجع لنفس العش بتاعنا. اوعوا تخلوا الدنيا تاخدكوا، واوعوا تخلوا اللي هو مشاغل الدنيا تبعدكوا عن بعض. بدل ما تفتح ألبوم الصور وتقول مثلا ياه دولك كان دول كده، لا لازم كده لازم تفتح تليفونك وتتصل بخلالك وعمامك. فعلا هو لازم ان احنا نتواصل، التواصل الدايم لازم يعني نجبر نفسنا حتى في الاول بعد ما بعدتنا الايام ويمكن الظروف اللي احنا بقت فوق طاقتنا ان احنا نقرب من بعض، اما بقى نشوف طريقه اما عن طريق التليفونات يا اما نتواصل زيارات مستمره او حتى على فترات بعيده. يمكن احنا كده رمينا حجر في الميه الراكده، يمكن لمسنا في حد بيتفرج علينا ذكرى حلوة يقوم بعد البرنامج على طول يتصل بحد من قرايبه بيحب يقول له وحشتيني ان شاء الله هزورك قريب. مفيش بديل عن العيلة، العيلة عزوة وسند وظهر. وبكده تكون فقرتنا خلصت، وان شاء الله نشوفكم في حلقة في فقرة جديدة ان شاء الله، ولكن مع زميلتي سارة وزميلي حازم، استنونا.